الحلقة اليوم للرجال فقط، وطبعا لما تكون للرجال فقط يبقى لازم الأسرة كلها تستمع ليها. يا للرجال فقط ليه؟ لأن احنا هنتكلم عن موضوعين خاصين بالرجال. بروستاتا طبعا دي حالة مرضية وتضخمها، بروستاتا مش موجودة في الستات عشان برضو الناس ما تتلخبطش، وهنتكلم على الدواء الخصيتين. وفي الحالتين دول هو في مرض مقابل له على فكرة، دواء الخصيتين في الفيميلز في الستات هو ما يسمى بدوالي الرحم أو احتقان الرحم. وعلى فكرة برضو الأشعة المقطعية، أشعة التداخلية لها دور كبير جدا، الأشعة التداخلية مع الدوالي بكل صورها سواء في الست أو في الراجل. في الراجل النهاردة بس برضو زي ما قلت لكم خلينا نقول النهاردة رجالة. طيب النهاردة رجالة البروستاتا زادت في الفترة الأخيرة؟ لا، احنا بدنا نكتشفها وعوامل التلوث وعوامل الأخير، لكن في عوامل لازم تتحط في الاعتبار يا جماعة. تعرفين البروستاتا فين؟ طبعا البروستاتا موقعها موقع مزعج لأنها تقع تحت اليورينري بلادر، المثانة البولية، ويمر من خلالها ما يسمى باليوريترا. فهي موقعها مع التضخم بيعمل مشاكل كبيرة للعام، بيحاول حياته للجحيم. تخيلوا إنسان كل شوية يصحى من النوم يروح الحمام وسن كبير، تخيلوا كل شوية العيان ده ما يجلوش نوم ساعتين على بعض، كل شوية رايح جاي، اجتماع ما فيش اجتماع يعرف يكمله، كل شوية يقوم من الاجتماع يروح الحمام ويرجع تاني. لو رايح سينما الفيلم بالنسبة له باظ، الفيلم ما فيش فيلم. لو في قاعدة مثلا عربية سفرية سفر مثلا عمرة أو حج بالنسبة له، ربنا ينول الناس كلها، ربنا يرجعنا الحج والعمرة إن شاء الله، مش هيعرف يروح حتى دي براحته، هيبقى متعب لنفسه وللي حواليه لو مع حد. فلازم نتعامل مع البروستاتا ونتعامل مع، هنفهم النهاردة كمان دوالي الخصيتين. النهاردة حوار ممتع جدا، وأكيد إحنا لما نقول أشعة تداخلية أكيد لازم يكون هذا الحوار مع رائد الأشعة التداخلية في مصر والوطن العربي، الاسم الكبير اللي بنفتخر بوجوده معانا، نجم من نجوم العالم الطبي الخاص بالأشعة التداخلية والعالم الطبي عموما في مصر والوطن العربي، ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. ضيفي العزيز، أهلا بك يا أستاذ. أهلا دكتور أيمن، أهلا أهلا بحضرتك. شيكا كالعادة يعني. ربنا يخليك. هي الحلقة للرجال فقط؟ للرجال من ناحية المرض بس. هي ده بيتحول البروستاتا ودوالي الخصة اللي هنتكلم عنه النهاردة إلى مرض الأسرة. أيوه بالظبط. حقيقة ما هو بيبقى بيلخبط البيت كله. يعني ما نقدرش نقول ده مرض الرجال، ولكن بيؤثر على الأسرة كلها عموما. ودول الخصيه بتأثر على الإنجاب. لو جاز برضو من دي من وجهة نظر تانية وإنجاز التعبير، فهو بيؤثر على الأسرة كلها عموما. الأشعة التداخلية في دوال الخصية من العلاجات اللي يعني أثبتت قدرة كبيرة، هي طبعا علاج حديث لكن في النهاية هو أصبح واحد من ملوك التعامل مع دوال الخصيتين. طبعا الأشعة التداخلية في دوال الخصية عملت تغيير وثورة. إحنا يمكن النهاردة هنتكلم عن نستكمل سلسلة المفاهيم الخاطئة. إحنا يمكن في البرنامج على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا ابتدينا ناخد الدور الأكاديمي ونقول إزاي دور الأشعة التداخلية في دوالي الخصية والأمراض عموما، ثم تحولنا إلى أسئلة المشاهدين والمستمعين، ثم مع انتشار الوعي إلى حد ما والأويرنس بالأشعة التداخلية ابتدى يبقى فيه مفاهيم خاطئة بالضبط ومحاسدين مفاهيم خاطئة واعتقادات خاطئة وأبو العريف وحاجات كتيرة جدا. فإحنا يمكن النهاردة ده جزء أو من السلسلة أو حلقة من سلسلة المفاهيم الخاطئة عن دوالي الخصية. دوالي الخصية كانت بتعالج زمان بالعمليات الجراحية. طبعا دوالي الخصية دي أوردة متمددة حوالين الخصية، الجراح كان بيفتح ويربط هذه الأوردة أو هذه الدوالي، عملية جراحية سخيفة في مكان حساس. جت الأشعة التداخلية في العشر سنين اللي فاتت قلبت علاج دوالي الخصية رأسا على عقب، فتحول العلاج من عملية سخيفة في مكان سخيف إلى شكة إبرة
في الرقبة أو في وريد الفخذ، فده خلى العقل برضو البشري غير متقبل. إزاي بقى العملية السخيفة اللي في مكان السخيف ده تتحول إلى هذا الإجراء البسيط؟ أيوة، تتحول إلى هذا الإجراء البسيط، ومن هنا ظهرت كمية المفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الأشعة التداخلية في دوالي الخصية. الحاجة اللي زي ما حضرتك بتقول طبعا علاج دوالي الخصية بالأشعة التداخلية ده علاج ثابت ومستقر، خلاص ما احنا ما عادش فيه كلام، وده مش كلام مرسل، ده بالدراسات وبالأبحاث. احنا عندنا دراسات عالمية كبيرة كتيرة جدا ورهيبة على مدار العشر 15 سنة اللي فاتوا، واحنا ابتدينا يبقى لينا دور في الأبحاث، يمكن ده بحث احنا مشتركين فيه عن دور الأشعة التداخلية في دوالي الخصية، ده دور مثبت. ترينا دلوقتي الأبحاث مش عن دور الأشعة التداخلية، احنا تعدينا هذه المرحلة، علاج دوالي الخصية بالأشعة التداخلية مثبت ومستقر عن أنواع المواد اللي بنقفل بيها هذه الدوالي. هل نقفل بملفات حلزونية؟ هل بنقفل بمواد رغوية؟ هل نقفل بمواد صمغية؟ ابتدت الأبحاث اليومين دول عن نوعية المواد وعن التفاصيل الدقيقة في العلاج اللي بتحسن النتائج، وليس علاج ده خلاص أمر منتهي، ليس كلام مرسل بالدراسات والأبحاث. أنا هتقمص دور أبو العريف بقى، يعني أنا يعني هقول لحضرتك المعتقد بطريقة أبو العريف. أيوه. وهطريقة هبان فيها مقتنع جدا ومقنع للغاية. أول المفاهيم يا باشا، أنا هتقمص. أيوه، روح معانا، هو مش موجود. روح أبو العريف ترفرف علينا. يا باشا أنا مقتنع، الأشعة التداخلية بتعالج الدوالي، بس يا باشا هي كل العلاجات بتاعت الدوالي ممكن تعمل عقم، بس أنا اللي أعرفه إن الأشعة التداخلية بتزود احتمالية العقم شوية عن الحاجات التانية، لأنها أشعة أكيد فبتشع. هو أبو العريف الحقيقة هنا في السؤال ده غلط، دخل حاجتين في بعض. هو أنا اللي بكتب المقولة دي ليها أساس برضو، ما كل المقولات دي ليها أساس، إن الحقيقة العمليات الجراحية بيبقى فيها من ضمن مضاعفاتها في نسبة وإن كانت ضئيلة بتعتمد على مهارة الجراح حدوث العقم. العقم بيحصل ليه؟ الوريد بتاع الخصية، الدوالي بتتجمع في وريد كبير، ده وريد الخصية، بيبقى ماشي جنبيه الحبل المنوي. الحبل المنوي ده اللي بيمشي فيه الحيوانات المنوية. الجراح زي ما بقول لحضرتك هو بيربط الوريد اللي هو بيصب فيه الدوالي اللي حوالين الخصية، الحبل المنوي بيبقى لازق فيه، فلازم الجراح يشرح كويس قوي ويربط الوريد وما يربطش حبل المنوي. لو ربط الحبل المنوي هنا تحصل المشكلة الكبيرة، بيحصل ان خلاص الحيوانات المنوية بتبقى زيرو، ودي مشكلة رهيبة جدا. الحقيقة احنا عندنا في الأشعة التداخلية الكلام ده غير وارد على الإطلاق، احنا ما بنجيش ناحية الحبل المنوي، احنا بنخش الوريد من الداخل زي ما هنشوف يمكن هنا على الفيديو. احنا بنخش طبعا من وريد الفخذ أو وريد الرقبة على الوريد الأجوف السفلي على وريد الكلى لو داخلين الناحية الشمال، فنخش الوريد اللي بيغذي أو اللي بيتصب فيه دوالي الخصية زي ما احنا شايفين أهو. ده إزاي احنا بنعمل الدوالي؟ نخش من وريد الرقبة أو وريد الفخذ، نوصل للوريد الخصية ونقفل هذا الوريد من الداخل بملفات حلزونية، مواد صمغية او مواد رغويه ايا كان. فاحنا بنقفل الوريد من الاخر، يعني هي اما بيبقى الوريد ده انبوبه والحبل المنوي انبوبه تانية ماشيه جنبيه، احنا ملناش دعوه بالحبل المنوي على الاطلاق، لان احنا بنخش الانبوبه بتاع الوريد ده من الداخل، فليس هناك اي احتماليه حدوث عقم ولو واحد في المليون او المليار في الاشعه التداخليه على الاطلاق. الحاله الثانيه ابو العريف هيقول معنى برضو مهم قوي. يا باشا انا اعرف ان عمل جراحه قبل كده لازم يعمل جراحه كل مره، ما ينفعش بقى نغير له نعمل له اشعه تداخليه. عملت جراحه لما ترجع توالي تاني اعملها جراحه برضو، ما نغيرش العتبه ما نروحش الاشعه التداخليه. لا برضو غلط يا دكتور ايمن. لا ده ابو العريف جدا يعني دي بس مقلق. لان هو ده بالعكس، ده هو المشكله في جراحه مش دوالي الخصيه بس، اي جراحه زمايلنا الجراحين لما بيعمل عمليه في حته ويجي يعملها مره تانية بتبقى عنده مشكله شديده جدا، لان الحته دي اتفتحت بيبقى فيها تليفات، ويبقى اجراء العمليه اللي بنقول عليها المرتجعه عمليه صعبه جدا، سواء في الغده الدرقيه سواء في ايا كان.
فاجراء تكرار العمليه الجراحيه ده صعب. احنا عندنا لا الكلام ده غير وارد. احنا الحقيقه يعني احنا لو في صدد دوالي القصه هنا احنا ما بنفتحش المنطقه دي خالص، ما لناش دعوه بجرح العمليه اللي هو عملها قبل كده، احنا بنخش الوريد من الداخل سواء من الرقبه او من الفخذ. فبالعكس ده احنا بقى هقول لحضرتك المريض اللي عمل جراحه ورجع له الدوالي بعد اجراء الجراحه ده مريض مناسب جدا وملوش حل الا الاشعه التداخليه. لان الاشعه التداخليه من جمالها ان هي لانها اجراء بسيط وما فيهوش اي جروح ريبيتابل، يعني ممكن نعملها اكتر مره اذا لازم الامر وان كانت كفء زي الجراحه بالظبط. فلا طبعا اللي عمل عمليه قبل كده وعنده ارتجاع او ارتداد ممكن يعمل الاشعه التداخليه بمنتهى الاريحيه. باشا اللي نعرفه ان ابو العريف ده حاله تبريف على طول كله دوالي الخصيه تعمل عقم في الحاجات الجامده، الدوالي الجامده، لكن الدوالي بدرجه متوسطه ما تعملش تاثرش ولا لا. لا برضه ابو العريف جدا يعني لا الدوالي حتى وان كانت بدرجه متوسطه ساعات بيبقى احنا بنشوف دوالي في مراحل الاولانيه او المراحل البسيطه وتؤثر على تصنيع الحيوانات. الفكره ايه يا دكتور ايمن؟ ان الحيوانات المنويه بتصنع في المصنع في الخصيه، خصيه مصنع الحيوانات المنويه. لما بيحصل الدوالي دي اورده متمدده بتحيط بالخصيه زي ما احنا شايفين هنا، تتمدد الاورده بترفع درجه الحراره حوالين الخصيه. المصنع ده عشان يصنع الحيوانات المنويه بصوره كفء لازم له ظروف معينه، اهم هذه الظروف انه يشتغل في درجه حراره الجسم. لما بتحصل الدوالي درجه الحراره حوالين الخصيه بتزيد فيحصل مشكله في تصنيع هذه الحيوانات، فيا اما العدد يبقى قليل، عدد الحيوانات المنويه يبقى قليل وده بيظهر في تحليل السائل المنوي، او العدد مش قليل ولكن كفاءة الحيوانات المنوية بتبقى ضعيفة. فلا لو دوالي وحتى إن كانت بدرجات متوسطة ممكن تأثر على تصنيع الحيوانات المنوية إما بالكم أو بالكفاءة الحيوانات المنوية. ده برضو كلام مغلوط يا باشا. الأشعة التداخلية واحدة من علاجات الدوالي نعم، ولكن اللي عرفه إن نسبة ارتدادها من الأشعة التداخلية أعلى من أي حاجة تانية. ده برضو كلام غلط جدا، وبرضو احنا مش هنتكلم بكلام، احنا كل كلامنا ليس كلام مرسل ولكن ده كلام اتعمل عليه دراسات كبيرة وعديدة في العالم كله. احنا يمكن هنا معانا دراسة من ضمن الدراسات ده زي دكتور ايمن بيقولوا عليها ميتا اناليسيس. الدراسة دي ده حد عالم جمع كل الاستاديز وكل الدراسات اللي اتعملت عن مقارنه ما بين الجراحه وما بين العلاج بالجراحه، علاج دوالي الخصيه بالجراحه وعلاج دوالي الخصيه بالاشعه التداخليه، لقوا ان نسبه الارتداد والكفاءه والسيطره على دوالي الخصيه متشابهه او زي الجراحه مع تميز الاشعه التداخليه بعدم وجود جرح، بعدم وجود جراحات بكل المميزات بتاعت الاشعه التداخليه. لا ده كلام مش مظبوط وده كلام مثبت علميا في الدوريات العلميه الكبيره وكلام منتهي يعني ما فيهوش كلام. ابو العريف يقول يا باشا انا الاشعه التداخليه ميزتها ان فتره النقاه بتاعتها قصيره عن الحاجات الثانيه، ان نقعد في البيت اسبوعين ثلاثه. لا لا, لا خالص ده الاشعه التداخليه. احنا السلوجن بتاعنا دكتور ايمن في الاشعه التداخليه عمليه من غير عمليه. يعني دي عمليات ما فيهاش لا جرح ولا فيها فتح جراحي، وبالتالي ما عندناش النقاهه بتيجي من فين؟ على ما تلتئم الجلد ويلتئم العضلات فيش. احنا يمكن هنا في الدراسات عملوا زي جدول مقارنه كده اهو، هنلاقي ان فتره النقاهه في الاشعه التداخليه بسيطه جدا. احنا الحقيقه بنخلص العلاج الدوائي الخصيه بالاشعه التداخليه احنا داخلين من الوريد كمان، المريض بيقوم من على طرابيزه القسطره يروح، ولو عنده شغل بالليل يروح، حاجه معجزه. ساعات كمان المريض مبقاش مستوعب، معقوله ده بدل هو ده كده يعني فعلا. الفتره النقاهه يوم ولا اتنين، الحياه الجنسيه بتبقى على طول بتبقى بعديها، مفيش اي نسبه مقارنه بين ده وده. البروستاتا بقى ابو العريف فيها بيبدع. واول ابداعاته في البروستاتا يا باشا، البروستاتا دي قديمه من زمان قوي
وحقيقة أشعة التداخلية علاج حديث يعني، بس لا في البروستاتا مش هيبقى فعال زي الحاجات اللي أصل دي قديمة يا باشا، ما ينفعش ندخل على قديم ونغيره. لا هو برضو مش قديمة دي يعني موديل من 15 سنة كده بس. لا علاج برضو زي ما قلنا ده علاج البروستاتا بالأشعة التداخلية علاج ثابت ومستقر. احنا دلوقتي حتى الإحصائيات والدراسات في العالم كله ليس لإثبات كفاءة علاج البروستاتا أو تضخم البروستاتا بالأشعة التداخلية، لكن كله تحسين في التكنيك أو في التقنيات، نستعمل حبيبات حجمها قد إيه، يعني إحنا بنحسن في النتائج وليس في كفاءة العلاج. علاج مستقر، ويمكن هنا قدامنا يعني زي دراسة كبيرة جدا جدا بتقارن العلاج بالأشعة التداخلية مع العلاج بالمنظار المسالك البولية، هي هي التخلص من الأعراض هو هو نفس النتائج، بالإضافة أن احنا الأشعة التداخلية تتميز بعدة مميزات، أن هي ما بتشيلش جزء، وبالتالي الحياة الجنسية، القذف المرتجع، كل مشاكل الجراحة تبقاش موجودة عندنا، مع الاحتفاظ بنسبة النجاح وراحة الأعراض. السم في العسل بقى اللي جاية دي الأشعة التداخلية، طب ماشي خلاص احنا اقتنعنا وجزء مهم في علاج البروستاتا، لكن ميزتها بقى انها فتحة صغيرة وتخدير تام بقى، لازم تخدير كلي عشان الواحد يبقى مرتاح. لا يا باشا لا، ده كلام غلط، ده كذاب في أصل وشه. لا بس بقنا. لا في صغيرة، لا هي مفيش فتحات خالص، أشعة تداخلية ولا في تخدير، ولا في تخدير. يعني احنا ما عندناش اي فتحات، احنا بنخش ابره صغيره ندخل منها مدخل الاساطر، اهو هنا ممكن منظر قدامنا اهو، يعني عشان يعني ابو العريف وامثاله، احنا ده منظر، دي الحته اللي بنخش منها، بندي بنج موضعي واكرر تاني، فيش اي بنج كلي، بسيط جدا في الاعلى الفخذ، ونخش بمدخل الاساطر اللي هو اللي قدامنا ده، ومنه نخش بالقسطره، مفيش اي فتحات ومفيش بنج على الاطلاق. حتى اللي جايه دي بقى ابو العريف لما يكون مذاكر تشريح يعني. باشا احنا نخاف بس في الاشعه التداخليه واحنا داخلين نعمل الاثاره، نقفل الشريان الرئيسي بتاع الحوض، ده اللي انا خايف عليه، الحوض يحصل فيه. لا ابو العريف طور نفسه هنا، لا يعني هنا ذاكر شويه يا دكتور. لا لا هو الحوض مهتم خالص هنا. احنا عشان نقول ان الكلام ده ما بيحصلش، يمكن هنوري صورة معانا ازاي منظر الأشعة. طبعا تضخم البروستاتا بالعلاج، تضخم البروستاتا بالقسطرة بيتم على جهاز القسطرة، ده جهاز أشعة متطور جدا، جهاز بيشوف أدق التفاصيل وشرايين يصل صغرها إلى مليمترات. مش بس كده، ده احنا كمان عندنا دلوقتي على أجهزة القسطرة الحديثة إمكانية عمل أشعة مقطعية، يعني أنا ممكن بعد ما أخش في الشريان أحقن صبغة أشوف الشريان ده بيغذي إيه، أخد صور مقطعية مش صور أشعة بس. فأصبح عندنا الأجهزة القسطرة أجهزة دقيقة جدا، يمكن الصورة اللي قدامنا دي لو شفنا من الأول أهو الحاجة اللي جاية من فوق دي القسطرة، إحنا الأول بناخد صورة مجمعة لشريان الحوض أهو، زي ما يكون شجرة ليها جزء وليها فروع، الفروع الافرع الصغيره اللي ظاهره دي، احنا بنشوف شريان البروستاتا في اللي ماشي بالعرض ده شريان البروستاتا، نروح داخلين بالقسطره دي بنسميها احنا المازر كاسيتر، اللي هي القسطره الام، طالما الام يبقى ليها بنتها مايكرو كاسيتر تخش من جواها، هنخش بالقسطره اللي هي المايكرو لو داخلين الحاجه اللي كانت نازله دي نازل منها حاجه صغيره خط رفيع جدا، بنخش بالقسطره الرفيعه دي، القسطره دي قطرها حوالي 1 مللي، جوه الشريان الصغير اللي هو شريان البروستاتا ده اللي هو قطره حوالي مللي، لو شفنا الصوره دي هنلاقي بس بعد ما الشجره كانت باينه ما بقاش باين غير ايه، شريان البروستاتا اللي معدي بالعرض ده. فاذا احنا بنخش في شريان البروستاتا بالمايكرو كاستر وبالقساطر الدقيقه دون سواه. والكلام ده مش بس كده، انا كمان لو عندي لبسه وعايز اتاكد اصور اشعه مقطعيه الاقي ان الشريان ده بيغذي البروستاتا بس وبيروحش اي حته تاني، فاحنا بنخش شريان البروستاتا بكل دقه قبل ما نحقن الحبيبات او قبل ما نعمل العلاج، مفيش خالص شريان الحوض ده خالص. الفاتيه اللي جايه دي بقى جامده دي بقى. باشا انا عارف ان الاشعه المقطعيه
الأشعة التداخلية بتعالج البروستاتا، بس هي يعني هو شغل عمياني برضه، ففرص الإصابة بقى قذف مرتجع، أضرب لي عصب فيحصل ضعف انتصاب، أثر على سلس البول يحصل يعني، ما يمنعش، ما أصلنا شغال برضو في حتة يعني إيه صعبة وشغال في الضلمة ولا يا باشا؟ إحنا برضو يعني نمشي مع أبو العريف بالمنطق وبالإقناع. الكلام ده مقنع جدا جدا، هو بيسمع، هو بيدخل الحاجات في بعضين. الكلام ده حضرتك يعني ممكن ده من ضمن ما هو ده من ضمن مضاعفات علاج تضخم البروستاتا الحميد بالجراحة وبالمنظار الجراحي. هو الفكرة ايه يا دكتور ايمن؟ زمايلنا الجراحين لما بيخشوا في الحتة دي، التحكم في البول والقذف المرتجع بيجي نتيجة ايه؟ هو بيشيل جزء من البروستاتا اللي حوالين مجرى البول، الجزء ده بيبقى ماشي فيه القناة المنوية اللي هي بيمشي فيها السائل المنوي، فهو بيضطر يشيل المنطقة دي، فالقص بدل ما يحصل إلى الخارج بيحصل داخل المثانة في بعض الحالات. حاجة تانية إن بيخش عند المنطقة بتاع عنق المثانة دي، ودي منطقة بتحيط بها الأعصاب من كل حتة، وعملية التحكم في البول دي عملية معقدة عايزة الجهاز العضلي العصبي في المنطقة دي يكون في أحسن حالاته، ساعات بتتأثر في الجراحات. احنا عندنا الحقيقة في الأشعة التداخلية ما بنجيش ناحية المنطقة دي تماما، احنا بنخش مش من مجرى البول، احنا بنخش للبروستاتا زي ما احنا شايفين على الفيديو اهو، من الشريان بتاعها اللي بيغذيها الشجرة الحمراء دي، بنخش بنحقن الحبيبات، او ما نوصل للشريان بنحقن الحبيبات تقفل الدورة الدموية قفل جزئي، تصغر البروستاتا، فيبتدي البول السهم الابني ده يمشي باريحيه. فاحنا ما بنجيش ناحيه المنطقه دي خالص في العلاج بالاشعه التداخليه او بالقسطره، وبالتالي ما فيش اي احتماليه ان يحصل خلل في هذه المنظومه، سواء منظومه القصف او منظومه التحكم في البول، لان احنا ما بنجيش ناحيه المنطقه دي خالص. ودي يمكن البريك ثرو او الميزه الكبيره في الاشعه التداخليه، انها ما بتعملش هذه المضاعفات تماما يعني، وده يمكن خلى كتير جدا من الناس تعمل شيفت على العلاج بالاشعه التداخليه. الفتيه اللي جايه دي هقنعك فيها. باشا، مرض البروستاتا بقى لما يكون في الناس الكبار في السن، والناس اللي عندها مشاكل في القلب وعندهم مشاكل في السيوله، بلاش بقى اشعه تداخليه بقى، عشان ايه؟ اللي دول كبار في السن فهيتاثروا بالاشعه، ده رقم واحد مصمم انا. وبعدين كمان رقم اتنين، ان دول مش هينفعهم بقى اللي هو ايه يعني التخدير بقى وبتاع الاشعه التداخليه، لانه اكيد في تخدير في الاشعه التداخليه فهيضر مرضى القلب. ده هو يعني ده عكس كل منطق وعكس كل وعكس الاعراف وعكس على فكرة كل ابو العريف في كل وقت واوان احنا بنكتبه عكس يعني الكلام، احنا بنبقى مقنع للناس اللي حواليه وهو بيتكلم عكس. طب ودي المشكله دكتور ايمن، الحقيقه ده عكس اللي بيحصل خالص. الأشعة التداخلية حاجة في كل الإجراءات بتتم ببنج موضعي من غير فتحات جراحية، وبالتالي المرضى دول الحقيقة المجموعة اللي حياتك قلت لي عليها دي، اللي هم مجموعة كبار السن يعني اللي عندهم ممكن مشاكل في عضلة القلب، المجموعة اللي بتاخد سيولة نتيجة مثلا رفرفة أذينية أو ما إلى ذلك، المجموعة اللي عندها أو مثلا أو عندها أمراض مزمنة يمنعها من البنج الكلي، كل المجموعة دي الحقيقة الأشعة التداخلية جت عشان تقدم لهم الحلول، أو زي ما بنقول ليه لو جاز التعبير انتشلتهم أو انتشلت هؤلاء المرضى. تخيل حضرتك مريض عنده البروستاتا مرض السن الكبير، عنده 70 سنة 75 سنة، عنده المشاكل الرهيبة اللي قلنا عليها اللي بتصل إلى الاحتباس في بعض الأحيان، ومش قادر يخش العمليات، مش قادر يعمل عملية، وقاعد منتظر حياته كده. جت الأشعة التداخلية قدمت الحل السحري للمرضى دول، اللي هم الحل السلمي اللي ما فيهوش تخدير، اللي ما فيهوش جراحة، ما فيهوش، وبالتالي ما فيش احتمالية نزيف، ما فيش ما فيش ما فيش. فبالعكس المجموعة دول من الأمراض من المرضى الحل الوحيد اللي أكاد يكون الوحيد اللي هو العلاج بالأشعة التداخلية.
اللي جاي ده طبعا الفتية الأساسية بقى باشا، مش هما بيقولوا الناس اللي بتتعرض للإشعاع دول ما بيخلفوش، فالأشعة التداخلية أكيد هتأثر على القدرة الجنسية، حاجة بالدماغ. دي فتية فتية علمية وفتية علمية ومنطقية، احنا هنرد عليها بالمستندات يعني. مش عارف انا متقمص في روح داخلة في دماغي يعني. احنا هنرد على الفتية دي مش برضو مش بالكلام ده، كل العلماء عملوا دراسات على مدى ال 15 سنة الأخيرة مش بالكلام. طبعا احنا عندنا يعني مئات وآلاف المرضى تعالجوا في الفترة الأخيرة بالأشعة التداخلية البروستاتية، مفيش أي كلام الكلام ده خالص، احنا بنجيش ناحية المنطقة دي خالص. نمرة واحد. نمرة اتنين، بنبقى داخلين في الشريان زي ما شفنا، داخلين بدقة وشارفين احنا داخلين فين ورايحين فين وجايين منين، ولكن الكلام ده قتل بحثا على مدار من أول ما العلاج ده أنشئ، لأن الحتة دي بتهمك إن ده مرض الرجال. مفيش أي علاقة ما بين العلاج البروستاتا بالأشعة التداخلية والتأثير على القدرة الجنسية، وده مش كلام مرسل. لو بصينا هنا دي دراسة كبيرة جدا 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 أثبتت إن كل المرضى مفيش أي تأثير على الحياة الجنسية على الإطلاق، وده كلام مثبت ويعني مدون يعني. وإحنا بنعمل كاركتر أبو العريف، الكاركتر التمثيلي بدأنا ندرس، وإحنا معنا طبعا واحد من مخرجين مسرح المتميزين هاني عفيفي، فأنا قلت له انه دايما حط حاجتين من ضمن حاجات كتيرة هبتكلم عليها للناس عشان الناس يبقى فاهمين ان الكاركتر ده بيبني الشخصيه بافكار. الحاجتين الاساسيتين بيستخدمهم دايما الفتاي او ابو العريف لما بيجي يفتي عند الناس حاجتين، اما الثقه، يتكلم بثقه شديده، او التخويف. والتخويف دول اسلحه من ضمن الاسلحه الكتيرة اللي عنده، بس السلاح التاني ده يعني سلاح التخويف ده سلاح رهيب. فهو بالمبدأ دوت هقول لك فكرة برضو بيقولها بالعريف باشا، الأشعة التداخلية اسمها أشعة، والأشعاع بيقلب حاجات لخبيث، أي حاجة حولها لخبيثة، فهيقلب التضخم من حميد لخبيث، هتدخل بالأشعة التداخلية يقلب لورا بخبيث. لا دي فكرة غلط. دي فكرة غلط، دي من وحي خياله، دي موعدة حلم. لا بس في ناس تسمع الكلمة دي تصدقها. لا هو يمكن بقى المعلومة فيها يعني مغلوطة دكتور أيمن، دي يمكن دي فرصة عشان احنا نقول ايه. اولا طبعا مفيش الكلام ده خالص. الاشعة دي بتبقى دوز اجهزة الاشعة القسطرة الحديثة، كمان كمية الاشعاع اللي طالعة منها كمية قليلة جدا 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 ولا تذكر، الكلام ده غير وارد على الاطلاق. يمكن حميد وخبيث دي بيجرنا ان احنا نقول ايه، مين المرضى اللي عندهم تضخم بروستاتا اللي نقدر نعالجهم بالاشعة التداخلية؟ المرضى اللي عندهم اورام خبيثة لا. ودي كويس السؤال ده ابو العريف، مع انه ملوش دعوه يعني فاتيه بس يخلينا نقول الاورام الخبيثه دي قصه تانية. لا خالص، قصه تانية خالص. بالعكس، انا لما يجي لنا حد عنده تضخم بروستاتا او عايز يتعالج بالاشعه التداخليه، احنا بنبص اهم حاجه نبص عليها البي اس اي، هو دلالات الاورام، بروستاتا سبيسيفيك انتيجين. لو دلالات الاورام اللي هي الخاصه بالبروستاتا اللي هو البي اس اي عاليه شويه، ساعات بندي المريض علاج، لو ممكن يكون التهاب. لو استمر هذا الارتفاع في دلالات الاورام احنا ممكن نضطر نعمل عينه من خلال الشرج عشان نتاكد بدرجه مليون الميه، مش 100% ان ده مش خبيث. فاحنا بالعكس المرض الاورام الخبيثه لا تعالج بالاشعه التداخليه، لكن الحميده بدرجه 100%، ومن حسن الحظ ان يعني 99% من تضخمات البروستاتا حميده بفضل ربنا، واللي بيشك فيه بنعمل عينه. فهي معلومه مغلوطه ومفيش طبعا تاثير ولا بيقلب بتاع يعني، مش اشعه مش فيها عفاريت يعني ولا حاجه بتقلب. خلي بالكو سلاح التخويف. طيب السلاح الجاي بقى مش سلاح التخويف، لا، ولكن سلاح الثقه باشا. بعد الاشعه التداخليه البروستاتا كانها مش موجوده، خلاص باظت، فقدت وظيفتها. لا ده بالعكس، ده بالعكس، ده هي بتبقى موجودة بدرجة 100%. لا 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 لا، الأشعة التداخلية زي ما قلنا احنا بنقفل التغذية الدموية بتاع البروستاتا قفل جزئي، وبالتالي البروستاتا اللي كان حجمها قد كده بنحافظ عليها وموجودة، هي بتبقى تصغر، ترجع تقارب أو تكاد تكون الأحجام الطبيعية. ده بالعكس، ده بعد العلاج بالأشعة التداخلية
البروستاتا بتستعيد كيانها وبتستعيد وضعها الطبيعي اللي هو ما كانش موجود. لا ده كلام يعني مغلوط بدرجة 100%. أبدعت، ربنا يخليك، نورتنا نورتنا، وشرف كبير لينا دائما وجودك معانا. لكن خلي بالكم أبو العريف، سلاحه الأساسي اللي أنا قدمته لكم ده سلاح الثقة، سلاح التخويف، سلاح الكلام بصوت عالي، سلاح دايما الهجوم خير وسيلة للدفاع. سلاح احنا دورنا كده ده يا دكتور أيمن. هو دايما برضو الإنسان عدو ما يجهل بالظبط، فاحنا بنحاول نشيل الضبابية والجهل ده عند كل المشاهدين. بس في مناحي الحياه في ابو العريفين كتير قوي، اكيد في ناس كتير قوي اقحمت نفسها وقتلت بدل وقالت اراء وحطت نفسها في المشهد وهم ما ينفعش يكونوا في اي مشهد. صحيح. لا علمي ولا فني ولا ثقافي ولا اي حاجه. اليومين دول انا شايف ناس كتير جدا انتموا الى قافله ابو العريف وقبيله ابو العريف، بيغنوا هم ما ينفعش يغنوا، بيفنوا هم ما ينفعش يفنوا، بيتكلموا في الطب وطبعا ما ينفعش يتكلموا في الطب، وللاسف بيظهروا على شاشات وهم ما ينفعش حتى يطلعوا من شباك بيتهم. نورتنا. شكرا دكتور. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور اسامه حتى، استاذ الاشعه التداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، والسكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه والجمعيه العربيه للاشعه التداخليه، الرائد القدير لهذا المجال. كان في الناس الحلوه. خليكم معنا. في معظم القرارات المرتبطه بجراحه في عفريت اسمه بديل طبي. حلو، كان ليه واحد يقول لي طب ما بديل طبي ده جميل قوي، حاجه شيك قوي، بس في حاجات ما ينفعش في حلول غير جراحيه. الشخص او المريض او السيده او سواء سيده او رجل لما بيمر بيبص لنفسه في المرايه، ما هو اكيد في حاجات معينه هو مش مقتنع بيها، او مش هنقول مش مقتنع، هو مش مبسوط.